مساء الخير لكل متابعين كيوميديا عبر حساباتنا الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. نحن اليوم موجودين بضيافة فنان جذري، فنان إشكالي، فنان كان اسمه تريند على صفحات السوشيال ميديا بالأشهر الماضية. نحن اليوم موجودين بمكتب نقيب الفنانين السابق والحالي زهير رمضان. هذا الاسم يلي بس ينذكر تنقسم الآراء حوله بين مين بيأيد سياسته وقراراته وبيشوف فترة تسلمه لمنصب نقيب الفنانين هي فترة مزدهرة وحقق إنجازات عظيمة، وبين مين بيشير أصابع الاتهام له وبيشوف وجوده على الكرسي هو فقط منفعة شخصية. أول شيء شكراً كثير لك لاستضافتك اليوم لنا، وأهلا وسهلا فيك على كيو ميديا. يسعد مساكي ويسعد مسا متابعين لكيو ميديا، وأهلا وسهلا شرفتونا بمكتبنا بنقابة الفنانين. فينا نتفق بداية هيك على اتفاق أنا وياك قبل ما نبلش اللقاء، بتمنى أنه اليوم تكون أجوبتك بعيدة عن الدبلوماسية المعهودة لحضرتك، وخليني أعترف لك اعتراف، أنت شخص ذكي جداً بالإجابة على الأسئلة وعلى الالتفاف حول السؤال، فأنا بتمنى اليوم يكون الحوار جريء واضح شفاف، نجيب على كل الأسئلة يلي الفنانين بيطرحوها، المتابعين على السوشيال ميديا بيطرحوها وبيقولوا لو طرحت على الأستاذ زهير رمضان لن يجيب عنها، فأنا بتمنى اليوم أنه نجيب على كل الأسئلة بكل شفافية. وبدي أوضح توضيح أنه اليوم أسئلتي ما رح تكون، ما بدي تفهمها أنه هي هجومية بقدر ما هي بلسان الطرف الآخر يلي بيتمنى أنه هو يعمل مناظرة معك وبيتمنى يوجه لك عدة أسئلة، فاليوم أنا فقط سوف أتكلم بلسان الطرف الآخر. تفضل يا أهلا وسهلا. بداية بدنا نحكي عن هذا الكرسي اللي وراء يمكن مو مبين، بدي أسألك هذا الكرسي مريح؟ كل أحوال هذا الكرسي ما بيجي هيك عبثاً، ولا بيجي إنه واحد بينزل بالباراشوت قاعد على الكرسي. وبيجي حصيلة جهد وبيجي حصيلة تفكير بعمق، إنه علاقة اللي بيقعد على هذا الكرسي مع الناس اللي بيوصلوا لهذا الكرسي، شو العلاقة معهم؟ علاقة عمر أيام ولا علاقة عمر سنوات؟ وكيف هذا الشخص اللي قاعد على هاي الكرسي شو ذهنيته بعلاقته مع الناس الآخرين يلي بتربطوا فيهم صداقات، بتربطوا فيهم زمالات، بتربطوا فيهم عامل مهني، بتربطوا فيهم قيم أخلاقية، قيم فنية، كل هذه المسائل هي اللي بتوصل الناس لهذا الكرسي، وعلى هذا الأساس بيكون الكرسي مريح أو غير مريح. بالنسبة لي هو مريح ومانو مريح، بمعنى مريح أنه بكل الأحوال أنا موجود هنا قاعد على هذا الكرسي، عندي إحساس أني أنا عم بخدم زملائي، عم أقوم بواجبي وما عم أصر تجاه حدا على الإطلاق. مانو مريح أنه أحياناً دائماً وأبداً بسعى إلى تحسين الظرف الراهن بالنسبة لزملائي الفنانين، للواقع العمل النقابي، الواقع العمل المهني، الواقع العمل الفني بكل الأحوال. لذلك دائماً وأبداً عندي هاجس التطوير، تحديث، إيجاد صيغ جديدة مشان الناس ينعكس عليها بالإيجاب، ينعكس عليها بالمنفعة، وهذا بعتقد أي حدا بده يقعد على هذا الكرسي لازم يفكر. البعض بيسأل أنه لهالدرجة هذا الكرسي مريح بالنسبة للأستاذ زهير رمضان، وقت بيقعد عليه بينسى أو بينسي كل الإساءة اللي بيسمعها وكل الانتقادات اللي بتتوجه له وكل حملات الهجوم اللي تشن ضدك سواء كانت محقة أو لا. اليوم البعض بيسأل لماذا يصر الأستاذ زهير رمضان أن يبقى نقيباً لفنانين يهاجمونه طوال الوقت؟ يهاجمونه طوال الوقت مين؟ هذه المؤسسة لم تعد تعنينا، هي تعني من يديرها وحوالي والمزرعة. أربع سنين الوقت، طيب خلاص لك مو مشان شيء أخي، ما في مثلك بالعالم، لك بس خلينا نفرح إنه في حدا جديد، ولك طيب شيلوه. أعطيني اسم فنان اليوم ذكر لي، هي واحد قال لنا بدنا أستاذ زهير رمضان، واحد. أنا لو محلك إذا 10 ما بدنياني و90 بدنياني بقول لا، لأنه أنا جاي أخدمكم. المجموعة صغيرة كثير من الفنانين الموجودين بسوريا وخارج سوريا، حتى وقت اللي شفنا انكتب على السوشيال ميديا لا يتعدى أصابع اليد الواحدة، بدي أقول أصابع اليدتين مع بعضهم، أكثر من هيك ما في. بالعكس يعني مثل ما بيقول أقحموا أسماء ناس خارج الوسط الفني وليس لهم علاقة بنقابة الفنانين وهم ليسوا أعضاء في نقابة الفنانين. ما يعنيني تماما هو السواد الأعظم من زملائي الفنانين. زهير رمضان مو مبارح يجي على النقابة، مو مبارح فكر يجي على النقابة،
زهير رمضان من سنة 1990 موجود في قيادة الهرم النقابي في سوريا. بعتقد تاريخه لزهير رمضان خلال المراحل الماضية كلها كان تاريخ مشرف، وهو يتسم بالعمل المستمر لمصلحة زملائه، وبعتقد حدث كثير من القوانين والنظم النقابية اللي ما كانت موجودة أحدثها خدمة لزملائه الفنانين وخدمة لمسيرة العمل النقابي في سوريا. بتشوف حالك محبوب اليوم من زملائك؟ أنا بشوف حالي محبوب كثير بين زملائي، بدليل زملائي اللي انتخبوني. بكل أحوال شو بيكون المعيار لصندوق الانتخاب؟ صندوق الانتخاب هو القرار. السوشيال ميديا ممكن أن أحتكر السوشيال ميديا لصالح 5 10 50 100، بكل أحوال في ناس ما بتعرف تتعاطى مع السوشيال ميديا، بس اللي بيعنيني أنا تماما هو صندوق الاقتراع. مين عم يقترع بهذا الصندوق؟ هم أصحاب العلاقة، هم الناس الفنانين، هم الناس المنتخبين من قواعدهم الموجودة في فروع نقابة الفنانين. هذا اللي بيعنيني. وقت بيكون صندوق الانتخاب عم بيقول زهير رمضان 64 صوت من أصل 85، بالوقت الطرف الآخر أعلى الأصوات عنده قديش؟ 31. آخر حدا بقائمة زهير رمضان كان ترتيبه كان رقمه 48، معناها بين آخر واحد بقائمة زهير رمضان وأول واحد بالقائمة الأخرى كان في فرق 17 صوت. ما بالك زهير رمضان؟ زهير رمضان إنه والله قاعد على الكرسي ومطنش وزملائه عم يعني العويل و و و إلى آخره والشتائم. أبدا، إذا عديناهم كم واحد لا يتجاوز أبتليكس في اليد الواحدة. هذا كله حكي. اللي بده يصرح ما بيصرح واحد باسم الفنانين، بعدين ما حدا مفوض يحكي باسم الفنانين غير نقيب الفنانين، لانه مخول من خلال الموقع والشخصية الاعتبارية اللي هو بيملكها حسب القانون والنظام. مو حدا بيوكل حاله يقول الفنانين في سوريا كذا ويتلفظ بألفاظ نابية لا ترتقي الى مستوى فنان ممكن يقول هذا الحكي، لانه الفنان اولا واخرا هو سلوك، هو تصرف، هو اداء فني اخلاقي قيمي قبل ما يكون ممثل او مخرج او اي اختصاص فني اخر. هلا حكيت على أكثر من موضوع حنفوت عليهم واحد واحد. أول شيء نسبة الأشخاص اللي انتخبوك هن قلت 64 من أصل 85. اليوم عدد الفنانين أكبر بكثير من هذا العدد، هي أولاً. وثانياً اليوم قالوا إنه أنت اليوم فزت بسبب خلل بالقانون الانتخابي، يعني فرع دمشق وريف دمشق عدد الفنانين اللي فيهم فينا نقول هن ثلثين الأعضاء الكليين، واليوم بيطلع منهم فقط 30 شخص او 35 شخص، لا 30 شخص بيطلع منهم. هدول ال 30 شخص هن عم يمثلوا فوق ثلثين الاعضاء، والثلث الاخر عم يمثلوا 55 شخص. فهون في خلل بالقانون الانتخابي. هذا القانون الخاص بنقابة الفنانين، القانون 40، هذا صدر ب 31/12/2019. بتعديل من حضرتك من مجلس النقابة؟ بتعديل مو من حضرتي، من مجلس النقابة. بتعديل من تفويض من المؤتمر العام. ناقشنا هذا الموضوع، خلصنا التعديل، أخذناه لوزارة الثقافة. وافقت على التعديل، تم رفعه إلى القيادة السياسية في البلد وافقت عليه، أخذناه إلى رئاسة مجلس الوزراء. لجنة الموارد في رئاسة مجلس الوزراء ووافقت بعد مناقشات استمرت حوالي 3 أشهر. من ثم تم إحالته إلى السيد رئيس الجمهورية، والسيد رئيس الجمهورية أحاله بمشروع مرسوم إلى مجلس الشعب لمناقشته، وتم مناقشته في مجلس الشعب وتم إقراره، وصدر السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 31/12/2019. إذن زهير رمضان ما عم يحط تشريع حسب مزاجه، حتى لو كان عم يحطه حسب مزاجه عم يمر بعدة مرجعيات قانونية قضائية تشريعية وكذا إلى آخره. هون صح هون مصح هون خطأ هون يجب هون لا يجب كذا إلى آخره، إلى أن وصل إلى صيغته الأخيرة. بعدين قضية تلتين وما تلتين، كل قوانين النقابات الموجودة في سوريا، إذا البعض بيجهل أنا مشان أوضح هذه المسألة، كل قوانين النقابات في سوريا وحتى المنظمات والاتحادات دائما وأبدا معروف أنه كل فرع بيتمثل متممينه إلى المؤتمر العام 10 مهما بلغ عدد أعضاء هذا الفرع. لمسألة كتير بسيطة برجع بقلك يعني مشان التمثيل يكون موضوعي. لذلك وقت اللي منقول نحن فرع دمشق 10 أكثر مهما كان عدوا 1000 2000 3 فهو 10. إذا رجعنا لنقابات تانية مثل نقابة الأطباء، نقابة المعلمين، أعدادهم كبيرة كتير. عدد نقابة الفنانين 2035 عضو فقط في سوريا كلها. نحن ما بنطلع على قد فرع من النقابات أو الاتحادات الموجودة في سوريا. نفس النظام المعمول فيها فرع نقابة الأطباء ممكن 50,000 طبيب، بس أعلى فرع بيكون 10 متممين لا أكثر ولا أقل. هيك نظام
قوانين النقابات في سوريا وحتى خارج سوريا، لأنه هاي القوانين اللي أخذناها نحن ما أخذناها من عندنا، فصلناها على كيفنا، هاي معروفة عالميا قضية هيك مو قضية زهرة. ولكن البعض انتقد هذا القانون وبناء عليه تمنوا لو أنك رفعت مشروع بتعديل هذا القانون، كونك أنت متأكد أنك أنت رح تكون نقيب في حال الأشخاص اللي حواليك هن بدهم إياك، بس اليوم اعتبروا أنك أنت ما عم تعدل القانون لأنه هو لصالحك. القانون معدل 31/12، هذا القانون يجب أن يعدل كامل وقت ما صدر الدستور الجمهورية العربية السورية بال 2012. إجا المجلس الماضي ما عدله، تركه مثل ما هو، بعدين هذا عدد التمثيل المتممين العشرة الموجودين بكل فروع النقابة هذا من 1990، مو على دوري، على دور الأستاذ صباح فخري سهيل كنعان، بعدين إجا صباح عبيد، بعدين إجا أفمن أسعد فضة، صباح عبيد، أسعد عيد، فادي خطاب، إجا زهير رمضان، كل هدول موجودين، وكل الانتخابات السابقة كانت تتم على هذا الأساس. شو اللي تغير بالموضوع؟ تغير أنه زهير رمضان جددوا له زملائه بايعوا مرة ثانية في مجلس النقابة أن يكون نقيبا للفنانين؟ هون المشكلة، بعدين أنه أنا عدلت القانون، مو أنا بعدل القانون، في جهات مختصة في الدولة هي بتنظر بهذه القوانين والأنظمة، لو كان هناك أي خلل بالقانون فما صدره السيد رئيس الجمهورية وما صدره مجلس الشعب ولا ناقش، ناقشناه مطولا في مجلس الشعب، أخذ حدود شهرين في مجلس الشعب وتم إصدار وتم إقراره في مجلس الشعب. إذن مو قضية على مزاج زهير ولا مزاج سين وصاد وقاف ونون، القضية قضية قوانين نظم تحكمها تشريعات تحكمها أسس، على هذا الأساس بتم إقرار القانون. مو زهير رمضان سوا وأنت بدك تصير نقيب عشان هيك سويت القانون، هذا الكلام كتير يجافي الحقيقة، وفي عفوا عدم المؤاخذة، في عدم معرفة بالقوانين والأنظمة وكيف تسير الأمور في الدولة بكل الأحوال. كمان يعني موضوع آخر بيحكوا عنه إنه هو ليش لهلأ ما بيتم فصل النقابتين، نقابة الفنانين ونقابة الموسيقيين مثل أي دولة، وبيقولوا اليوم لو تم فصل النقابتين ما حدا رح ينتخب من الدراميين زهير رمضان، لأنه اليوم يلي انتخبوه هن الموسيقيين بالنسبة الأعظم. شو ردك على هذا الموضوع؟ ردي على هذا الموضوع كتير كتير بسيط. نحن بزمن جمع التكتلات الكبيرة، بمعنى أنا نقابتي نقابة الفنانين في سوريا عم يقولوا أسوة بالنقابات العربية، بمصر عندي ثلاث نقابات، نقابة السينمائيين، نقابة الموسيقيين، نقابة الممثلين. نقابة الممثلين لوحدة فيها 50,000 ممثل في مصر. نقابة الفنانين في سوريا من كافة الاختصاصات الفنية الموسيقية والدرامية قديش هلأ؟ 2035 عضو فقط. تصوري أنا نقابة موسيقيين ودراميين 2035 عضو، بدي أقسمها لنقابتين، كل نقابة قديش بده يكون؟ يمكن شيء 800 أو 900 بكل نقابة، ماشي، وهي بده يكون لها فرع بالمحافظات، كل فرع فيه 2 أو 3. إذا بدي أقسم نقابة على مزاج أشخاص، أنا في كل العالم وقت بيكون في تكتلات متشرذمة، الناس بتجمعها بتوحدها لأنه بالاتحاد قوة. قوة نقابة الفنانين بأنه هي كتلة واحدة بتمثل كل الاختصاصات الفنية اللي موجودة في سوريا. بالعكس، فيني أقول لك أكثر من هيك، أخوتنا في مصر، أخوتنا في لبنان، وحتى عندما تم إحداث نقابة الفنانين الأردني من رابطة إلى نقابة، كلهم استعانوا بقوانين نقابة الفنانين في سوريا لحتى عدلوا قوانينهم، وحاليا يسعون في مصر إلى دمج كل هذه النقابات بنقابة واحدة. بدليل هناك في مصر في شيء ما يسمى اتحاد النقابات الفنية في مصر، واللي بيرأسها زميلنا المخرج عمر عبد العزيز. إذا بالنتيجة كل الناس تسعى إلى التكتلات، بس نحن نسعى للشرزمة لحتى ينجح فلان. باختصار شديد الموضوع يلخص بالتالي: عنزة ولا طارق. طالما نحن رسبنا بالانتخابات فنحن السبب، الحق على الطليان، لا الحق مو على الطليان، من يزرع يحصد، وقلت الكلام وبرجع بكرره، نحن زرعنا حنطة حصدنا حنطة لمسألة كتير بسيطة. هذا الشغل ما بيجي بين يوم وليلة أنه تصير نقيب فنانين. أنا من التسعين عم بنشط مع زملائي خارج النقابة وداخل النقابة، وقت اللي غبت عن النقابة من 2006 لل 2014 أنا 8 سنوات غايب عن نقابة الفنانين، بس ما غبت عن خدمة زملائي وعلاقتي مع زملائي. كل الزملاء بيحكوا، حتى كل الناس اللي انتقدوا أنه زهير رمضان على الصعيد الشخصي ما في منه فنان ومحترم وآدمي وكلنا بنحبه وصديقنا وإلى آخره، بس النقابة لا. هل ينفصل الشخصي عن المهني؟ طبعا زهير رمضان خارج النقابة بيكون واحد كتير أخلاقي، وداخل النقابة لا أخلاقي.
هل يكون خارج النقابة واحد كتير أناني وكتير نزق وإلى آخره بس يفوت على النقابة بيتغير؟ القضية مو هيك. القضية برجع بقول لك الوصول إلى سدة الرئاسة في نقابة الفنانين هذا له طرائق وله قوانين ونظم بتوصل الإنسان لهذا الموقع. أنا ما بدي اليوم والله أنا قررت بدي أصير نقيب فناني. هذا ما بيجي هذا جذافا، هذا من خلال شغل، من خلال متابعة، من خلال علاقات بالناس، من خلال فهم للقوانين والأنظمة. الناس اللي رشحوا حالهم لنقابة الفنانين مو قاريين القوانين والأنظمة الموجودة. ما بيعرف شو معنات متمم، ما بيعرف شو معنات عضو مجلس فرع، ما بيعرف شو معنات مؤتمر عام، وشو القوانين والنظم اللي بتحكم المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجلس الفرع والهيئة العامة. إذا هذه القضايا خلي الواحد حدا فكر قبل ما يفوت إلى انتخابات نقابة الفنانين يجيب قوانين وأنظمة نقابة الفنانين يطلع عليها. يعرف شو مكتوب فيها بهذه القوانين. النقيب بس لازم يكون عنده دراية بالعمل الإداري. النقيب يكون عنده دراية بالعمل الإداري والعمل الفني والعمل السياسي والعمل الثقافي والعمل المهني وكل القضايا. أيضا في مجلس نقابة من 11 شخص مو نقيب الفنانين لوحده بيدير النقابة. في 10 أشخاص بيساعدوه هو على رأسهم. هدول اللي بيديروا النقابة وتحت منهم في فروع النقابة هي اللي بتدير فروعها. وتحت منه كما موجودين الهيئات العامة اللي بتنتخب هذه الفروع والقيادات لحتى توصل إلى القمة. طب أغلب الفنانين شايفين إنه هذا المجلس ما عمل لهم شيء كل هالسنين. هلا اليوم أنا بعيدا عن الأسماء المرشحة. نعم. الأستاذ بسام كوسا بيطلع بينتقد النقابة. أستاذ عباس النوري. اسمحي لي. أستاذ بسام كوسا